المنافسة هذه ليست منافسة رياضية فقط، هي فرصة من أجل إبراز المقومات والإمكانيات لمدينة طهران ولبلادنا بصفة عامة، وكذلك فرصة للترويج السياحي بما أننا نحن مقبلين على موسم الاصطياف. ونتمنى إن شاء الله أن كل حاضرين معنا من أكثر من 20 دولة أجنبية يزوروا مدينة طهران كسواح في الصيف المقبل إن شاء الله. نحمد ربي على الباركور اللي قمنا فيه في هذا الطواف مع فريق مدار، اللي كنا فزنا بجائزة الكبرى لوهران، وفزنا بأربع مراحل في طواف الجزائر، القميص الأخضر، القميص الأصفر اللي هو أحسن شيء في هذا الطواف اللي كنا افتكيناه آخر مرحلة، والترتيب الفرق اللي كنا فزنا به، زدنا ختمناها بهذا الفوز لجائزة الكبرى للجزائر العاصمة.